السلام عليكم. الفيفا تنشر ترتيب المنتخبات لشهر اكتوبر، وكل عادة العديد من المشاهدين من المتابعين من الجماهير ما فهموش شنو المقاييس اللي تعتمد عليها الفيفا لترتيب المنتخبات. ممكن تصنيف الفيفا للمنتخبات قبل تصفيات كاس العالم ما يهمش برشا، سمعتها اكثر من مره من الاخوه الجزائريين. كل ما الفيفا تنشر تصنيف المنتخبات ونلقاو المنتخب الجزائري في مكانه الغير منطقي بحكم المردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه، يقول لك خلي المنتخب الجزائري يهز التتروات، يشيخ الشعب، يفرح الشعب، ومش مشكل خلينا الاخرانيين في الترتيب. بالقسين ممكن كلام منطقي، لكن في الفترة هذه بالذات الترتيب أكثر من مهم. كنا عارفين أنه الخمسة الأوائل في القارة الإفريقية في تصفيات كأس العالم باش نلقاوهم في الصنف الأول، وباش يواجهوا المنتخبات اللي ترتيبهم من المرتبة السادسة للمرتبة العاشرة عن طريق القرعة. كيف ما قاعدين نشوفوا مع بعضنا منتخبات الصنف الأول على غرار المنتخب السنغالي، التونسي، الجزائري، المغربي، النيجيري، كلها منتخبات قوية، كلها منتخبات الفترة الأخيرة قاعدة تقدم في نتائج إيجابية، ومن مصلحة المنتخبات أنه تتجنب مواجهتها في القرعة. كيف لو كان نجي ونشوفوا مع بعضنا منتخبات الصنف الثاني نلقاوها ما تقلش قيمة على منتخبات الصنف الأول، نلقاو فيها كل من منتخب الإيفواري أو الكاميروني، منتخب الفراعنة، المنتخب المصري، كيف نلقاو فيها المنتخب المالي. ممكن في الصنف الثاني أقل قيمة نلقاو منتخب جنوب أفريقيا حاليا. بالنسبة للمنتخب التنزاني أو البنيني اللي متواجدين مع بعضهم في نفس المجموعة، حلم أي منتخب باش يتيحوا معاهم في القرعة. على منتخبات الصنف الأول والثاني، ممكن منتخبات الصنف الأول أفضل نوعا ما من منتخبات الصنف الثاني، لكن أهم نقطة في منتخبات الصنف الأول والثاني هي مقابلات الذهاب والإياب. كنا نعرفوا أنه منتخبات الصنف الأول مقابلات الإياب باش تدور في بلادهم، وهذه تقريبا أهم نقطة، لأنه بكلنا نعرفوا الكوسة كما يقولوا الإخوة الجزائريين، بكلنا نعرفوا القارة الإفريقية الغورة فيها عيني عينك. نعملوا مع بعضنا النظر على تصنيف الفيفا للمنتخبات لشهر أكتوبر. العديد من التساؤلات، علاش المنتخب المغربي يتجاوز المنتخب الجزائري مع العلم أنه زوز منتخبات فازوا في مقابلاتهم؟ في المنتخب المصري كيف وكيف المنتخب المغربي؟ الجزائري فاز في جوز مقابلات لكن قفز قفزة كبيرة برشا، علاش المنتخب التونسي يفوز في مقابلة ويتعادل في المقابلة ونلقاوه رغم انه متواجد الثاني كالعادة في التصنيف الافريقي للفيفا، لكن نلقاوه تراجع من حيث النقاط؟ كل هذه التساؤلات باش نشوفوها مع بعضنا. اولا باش نفتح قوس للاخوة الجزائريين اللي يقول لك علاش هزينا كاس افريقيا مصر 2019، منطقيا المنتخب الجزائري افضل منتخب افريقي بما انه تحصل على كاس افريقيا، ورغم ذلك ما نلقاوهوش موجود لولاني في تصنيف الفيفا في المنطقة الافريقية. المعايير اللي تمشي بها او المقاييس اللي تمشي بها الفيفا، على سبيل المثال تنتصر في مقابلة تاخو 10 نقاط، تنتصر في كأس إفريقيا أو كأس آسيا تاخو 100 نقطة، كأس العالم تاخو 500 نقطة. هذا بطبيعة على سبيل المثال. المنتخب الجزائري في فترة رابح ماجر قدم نتائج كارثية بأتم معنى الكلمة. يعني النقاط اللي كان متحصل عليها المنتخب الجزائري في فترة رابح ماجر، على سبيل المثال 800 نقطة، تحصل على كأس إفريقيا مع جمال بالماضي زيدوا 100 نقطة، المجموع 900 نقطة. في المقابل نلقاو المنتخب المصنف أول إفريقيا على سبيل المثال عنده 1300 نقطة، المنتخب الثاني 1250 نقطة، والمنتخب الثالث 1200 نقطة. يعني النقاط اللي تحصل عليها المنتخب الجزائري متخولوش باش يكون الأول أو الثاني أو حتى الثالث إفريقي. تصنيف الفيفا للمنتخبات شهر أكتوبر، نلقاو المنتخب السنغالي مازال محافظ على الصدارة في المرتبة الأولى إفريقيا، المرتبة الثانية كيف المنتخب التونسي واللي مازال محافظ على المرتبة بتاعه، لكن نلقاوه في المرتبة 27 عالميا وينزل زوز مراتب بعد ما كان في المرتبة 25 لشهر سبتمبر. المنتخب مستفيد في ترتيب شهر أكتوبر هو المنتخب المغربي اللي ينتقل من تصنيف المجموعة الثانية إلى تصنيف المجموعة الأولى، ونلقاوه في المرتبة الثالثة إفريقيا والمرتبة 29 عالميا، ويصعد أربع مراتب بعد ما كان في المرتبة 33 في تصنيف شهر سبتمبر. رغم أنه قاعد يقدم في مستويات كبيرة، رغم أنه قاعد ينتصر بنتائج عريضة، المنتخب الجزائري يطرد مكانه إفريقيا للمنتخب المغربي في المرتبة الثالثة وينزل للمرتبة الرابعة، لكن عالميا
المنتخب الجزائري حافظ على المرتبة بتاعه 30 عالمياً. كيف المنتخب المصري يصعد عالمياً بعد انتصاره ذهاب وإياب ضد المنتخب الليبي ويصعد للمرتبة السادسة إفريقياً؟ السؤال المطروح، السؤال اللي تتساءل فيه الجماهير الجزائرية والمغربية، علاش المنتخب المغربي تجاوز المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر؟ أولاً، المنتخب الجزائري لعب زوز مقابلات ضد منتخب النيجر. في المقابل المنتخب المغربي اللي عنده مقابلة منقوصة ضد منتخب غينيا لعبها وانتصر فيها 4-1، وزيد عليهم زوز مقابلات ضد منتخب غينيا بيساو اللي انتصر فيهم، يعني بمجموعة 3 مقابلات نلقاو المنتخب الجزائري انتصر في 2 مقابلات وتعادل في مقابلة ضد بوركينا فاسو. في المقابل المنتخب المغربي انتصر في 3 مقابلات. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وهي الأهم، سبيل المثال منتخب متواجد في المرتبة 30 مثل المنتخب الجزائري ينتصر على منتخب متواجد في المرتبة 4 أو 5 عالمية، مش النقاط هي بيدها اللي يخوها المنتخب الجزائري كيف النقاط اللي يخوها وقت اللي ينتصر على منتخب متواجد في المرتبة 100 ولا المرتبة 120. المنتخب الجزائري متواجد في المرتبة 30 لتصنيف الفيفا لشهر سبتمبر ينتصر على منتخب النيجر ذهاب وإياب، لكن كي تجيو نشوفوا مع بعضنا نلقاو منتخب النيجر في شهر سبتمبر متواجد في المرتبة 119 عكس المنتخب المغربي اللي متواجد في المرتبة 33 عالميا في شهر سبتمبر، يعني أقل 3 مراتب من المنتخب الجزائري، لكن ينتصر على منتخب غينيا في غينيا اللي متواجد في المرتبة 76 عالمياً. يعني النقاط اللي باش يتحصل عليها من المنتخب المغربي بانتصاره على منتخب غينيا أكيد باش تكون أكثر من النقاط اللي متحصل عليها المنتخب الجزائري ضد منتخب النيجر. المنتخب التونسي اللي كان متواجد في المرتبة 25 عالمياً ينتصر ويتعادل ضد منتخب موريتاني موجود في المرتبة 102 عالمياً، أكيد وقت اللي باش تتعادل ضد منتخب متواجد في التصنيف هذا باش تنقص لك النقاط. منتخب المصري ينتصر على المنتخب الليبي اللي متواجد في المرتبة 110 عالمياً، يعني مراتب متأخرة. يقول القائل علاش المنتخب المصري ينتصر ذهاب وإياب ضد المنتخب الليبي المتواجد في المرتبة 110 عالمياً، والمنتخب الجزائري ينتصر على منتخب النيجر كيف اللي متواجد في المرتبة 119 عالمياً؟ يعني المنتخب الليبي والمنتخب النيجر متقاربين من حيث الترتيب، لكن نلقاو المنتخب المصري متحصل أعلى نقاط من المنتخب الجزائري، لأنه المنتخب المصري في شهر سبتمبر تصنيف الفيفا متواجد في المرتبة 48 عالمياً، في المقابل المنتخب الجزائري متواجد في المرتبة 30. يعني شوف البعد بين مرتبة 30 المنتخب الجزائري ومرتبة 119 المنتخب النيجر في المقابل المنتخب المصري 48 عالمياً والمنتخب الليبي 110 عالمياً. أكيد نقاط المنتخب المصري باش تكون أكثر من المنتخب الجزائري. الفيفا مستحيل باش تراعي منتخب على منتخب. على سبيل المثال نشوفوا المنتخب البلجيكي اللي لم يتحصل على الألقاب ودائما موجود في المرتبة الأولى عالمياً. في الختام حظ موفق للمنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، المغربي، المصري في تصفيات كأس العالم، في كأس العرب، في كأس أفريقيا الكاميرون 2022. وفي الختام سلام.